خلاهم يشوفون، خرجهم بنفس الوقت يقولون العصر نأكلهم وندخلهم. طبعا ذين كان معي ذين الكبيرة كانت سعادة، كانت سعادة وكبرت ولدت لي ذين وذين وذيك وذين وذي بنت ماتت صغيرة سعادة ماتت، وذين أختي ذاك الأبيض الصغير، وذين حقين وذاك أختين وذاك حقين، يعني كل واحد مننا له حبة، وجيت واحدة ولد حبه له والتاني للوالد لأنه اللي اشتراه. يعني استفدت يعني أبي حليب، أبي حليبهم وبيع، أبيع لو يعني البيت احتاجوا بياس أبيع حبة وبي مهلوش نتصل بنكلمه. التيوس من 100-120، الكباش يعني لو كبير من 100-80-90، يعني زي ما ذلنا الإناث غاليين. أما لما يمرضوا تقول له حدا نغتت تشتري لهم فوار فوار خارج تسكب بالماء خلي الماء تفتح لقبة وتشربه. طموحين يعني أربي غنم، يعني زي ما هذه المرحلة أربي وبيع وأذبح وكل، وبالعيد هم كمان ما نشتريش من أتعاب الزام زي يعني اللي يكون ما فيش معهم ما كسب، يعني يكونوا ما فيش معهم كسب يتعبوا بالشراء. أما نحنا ننتع من الزريبة نذبح ثاني.